جملة ختم بيها الكابتن خالد بيومي مهمة جدا، الأهلي أكثر ما يحتاجه الآن جمهوره، بس مش جمهوره اللي بيضغط وبيستعجل واللي ينقلب واللي ممكن يتحول واللي جاي عايز معرفش يضايق حد، لأ، جمهوره الواعي، جمهوره الواثق في لعيبته، جمهوره اللي مدرك دوره، جمهوره اللي عارف إن الرياضة يسيبهم أبذل التحفيل كل شوية اللي عليا ويبقوا أقوى من التحفيل. بالظبط، أبذل كل اللي عليا بكل طاقتي وبكل إخلاصي وبكل تركيزي، واللي ربنا كاتبه هيكون. المهم ما أثرش، المهم ما حدش يدخر أي جهد في سبيل الأهلي وجمهوره. لما ده يحصل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مؤكد إنه التوفيق لا يصادف إلا كل واحد فعلاً بيسعى بإخلاص وبيبذل كل اللي عليه. فقط محدش يأثر في حق الأهلي. نشوف رأي الكابتن عماد النحاس، لأنه كمان كان واحد من النجوم الكبار اللي كان ليهم باع طويل في مثل هذه الظروف وهذه الانتصارات، نشوف رأيه إيه. في البدايه نقول انها طبعا اكيد مباراه صعبه ونتيجه صعبه جدا يعني في للنادي الاهلي، حاجه مش متوقعه تماما، ولكن الاجهاد اللي فيه النادي الاهلي ان انت تطلع مباراه كبيره زي مباراه الزمالك وبعدها فوز متاخر في مباراه الاتحاد. انا ما شفتش المباراه اكيد، كان عندنا المباراه كان في نفس التوقيت، فلما الواحد سمع النتيجه مش عايز الواحد يتاثر جدا، يعني ان انت تقدر ترجع للمباراه، هو كل شيء في الكوره جايز، مفيش حاجه مستحيله في الكوره، زي ما دخل خمس اجوان تقدر تجيب خمس اجوان، وبنشوف دايما الفرق الكبيره تقدر ترجع، يعني مع ضغط الماتشات والضغط اللي فيه النادي الاهلي والضغط العصبي اللي فيه النادي الاهلي مش عارف هل تقدر ترجع ولا لا، ولكن نتيجه كبيره والنتيجه صعبه على النادي الاهلي، يعني نتيجه صعبه جدا على 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 اسم النادي الاهلي، واتمنى النادي الاهلي يقدر بلاعيبته برجالته الموجودين تقدر ترجع للمباراه وتتعامل مع المباراه هنا بهدوء اكتر، وتبقى عارف ان انت عايز تكسب وما تكونش مستعجل تفكر في خمسه واحنا لسه ما جبناش الجول الاولاني، وتبص لنفسك بتتاخر مره تانية. اي سيناريو انت بتتكلم فيه بيكون سيناريو يعني في خطوره، يعني انت اولا لازم تروح للمباراه وانت متخيل ان 0-0، انت رايح للمكسب، بس تخش في المباراه بهدوء، تيجي جوه المباراه، النتيجه تيجي جوه المباراه، الدوافع تبقى من قبل المباراه التحضير واثناء المباراه. السيناريو معروف ان انت عايز تعوض الخمسه، لكن ما ينفعش من اول سنه ان انت نازل تجازف، خاصه الفرقه الثانيه عنده سيناريو سهل جدا ان يقف يدافع ويلعب على الهجمات المرتده، واكيد عنده سرعات يقدر يشتغل عليها. التهديف او الاهداف وتويتات الاجوان كمان ليها عامل مهم جدا. اهم شيء بس الصوره نفسها اللي اتخذت، ان انت برضه يبقى في تفكيرنا ان انت لازم تعوض الصوره اللي حصلت في المباراه، والناس تبقى عارفه، واكيد هي الناس عارفه ان النادي الاهلي ما كانش في يومه، النادي الاهلي النهارده مش كوره مش متوقعه، النادي الاهلي خسر 5-0، النتيجه مش متوقعه تماما في اي سير في اي مباراه تقدر ترجع. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع بهدوء بحماس، ورجاله النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يرجع. كلام راجل عاش الموقف وخبره وتجاوزه، وفي نفس الوقت ضاق هذا الشعور، يعني ما احنا خسرنا في ارضنا 3-1 من النجم الساحلي بهذا الجيل العبقري، بظلم تحكيم يبين يعني عرجوني، لكن حصلت. فكابتن عماد لما بيتكلم ده اتطرد يوميها عماد، ما انا عارف عشان كده بقول لك، يعني هو راجل موزون قوي وكلامه حلو، تشعر بتأثره وصدقه وهو يتحدث. لكن وكمان جمله عماد انه بتحصل في الكوره، لان الحقيقه دي اللي الناس كتيره مش عايزه توقف عندها، كره القدم فيها كده، فيها يوم مش يومك، ملوش علاقه باللي قبله، في اسباب الهزيمه ما بتسقطش من فوق، في اسباب بتقود اليها او بتؤدي اليها، بس تبقى مثل هذه المباريات الغريبه جملة اعتراضية غير قابلة للتكرار. لو الأهلي راح لعب صن داونز في نفس الملعب ونفس الظروف 20 مرة مش هيخسر 5-0. يا أستاذ إبراهيم ده في ماتشات مش منطقية والله. لأنه بص يا باشمهندس، أنت تبدأ المباراة أنت شكلك أفضل. أما يجي في الجون بعد 5 دقايق يجي الجون الثاني. أما تبدأ الشوط الثاني
بتركيز عشان تبدا تستعيد. ضربه جزاء ضربه جزاء في اول ثواني في الشوط الثاني وهميه غير صحيح. جون رابع فيه لمسه يد واضحه، فحتى عدم التوفيق ينسحب على الحكم. فتبص تلاقي التوقيتات نفسها ما انتش محظوظ في فيها. في المقابل انت كان ممكن تخرج 2-1 الشوط الاولاني بكره السوليه، كره السوليه مثلا كان تبقى جون، تبتدي الاخطاء تبتدي 3-0 تخليك تقول لا مفيش لاعب في حالته. لعيبه الاهلي عندهم اعلى من كده بكتير قوي قوي قوي. وكره اجاييه قبل السوليه، عشان كده هي جمله اعتراضيه غلسه قوي اللي حصل ده. البرازيل بتلعب في ملعبها وقدام جمهورها في كاس العالم، كبرياءها بيتهزم بيتجرح من الالمان 7. انا رحت البرازيل بعدها بسنه كانوا لسه متاثرين. لازم يتاثروا طبعا، يعني حسوا ان هم قد كده. الهزيمه كانت موجعه بالنسبه لهم، بس خلاص هو بيدور عايز يلعب المانيا تاني عشان يكسبها، عشان يرد اعتباره النفسي. مش بالضروره زي ما المهندس عادل بيقول ان هم عايزين يكسبوا 8، لا، بيرد اعتباره بفوز على الالمان. هنا الاهلي دي مباراه عوده، يحصل يحصل، تقدر تقدر، اعمل كل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكتبها لك. نشوف برضو من ضمن الاراء الايجابيه راي الكابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك، ليه الاهلي خسر؟ لا ده كابتن اكثر الناس تشاؤما، لا يمكن يتخيل ان ممكن يكون في نتيجه مثل هذه النتيجه بالشكل تماما. بص يا كابتن، في كره القدم ورده، نعم، يعني عشان نكون صراحه، ورد ان يبقى في يوم داي اوف. النهارده بايرن كسب بروسيا 5، فبتحصل. هي المشكله انها جت في مباراه صعب التعود فيها، يعني مش مباراه بثلاث نقاط مثلا. دي المشكله، اكبر مشكله فيها. يعني لو كانت مثلا جت في دوري المجموعات كان الامور ممكن تعدي وبتاع، لكن هي المشكله ان دلوقتي مع فريق كمان تقيل. لان عايز اقول لك حاجه، النهارده انت بتلعب فريق كوره، طبعا انت حتى لو اتغلبت النهارده الدي اوف بتاعك، لكن قدام فريق. فاكر انا قلت لك اتفرجت على جنوب افريقيا مع ليبيا، قلت لك فرقه كوره، قلت لي فرقه جامده جدا. وكنت حاجه من حارس المرمى بتاعهم يمكن اوبونيانجو، ده لعيب حارس مرمى كبير، لم يختبر ولحد دلوقتي ما دخلش فيه اهداف لحد دلوقتي. يعني حتى هو بيكسب التصفيات الافريقيه مع اوغندا. فالراجل مدرب اللعيب طبعا حارس مرمى كبير، النهارده يمكن ما اختبرش بشكل كبير. الاهلي كان داي اوف بشكل كبير النهارده. حظ الاهلي السيء كمان يا كابتن انه لعب قدام فريق كوره، فريق مش هيفوت على ملعبه في وسط جماهيره، فريق يعني عارف، هو مثلا لو فريق ما عندوش كوره كانت ممكن امور تعدي، كان ممكن يحصل نوع من انواع التوفيق، فما يبقاش كل حاجه بتيجي عليك بتدخل فيك اهداف. لكن النهارده توقيت الاهداف فرق بشكل كبير جدا مع الاهلي. اصابه سعد سمير، يمكن التشكيل كمان في البدايه برده الراجل عمل روتيشن اوقات كتير جدا جدا وحاول يريح على قد ما يقدر، لكن النهارده كان انا وجهه نظري ان بالغ في الدفاع شويه. ده يمكن مش شخصيه الاهلي اللي بقاله فتره بيلعب بيها دي، يمكن لخبطت بعض الناس جوه الملعب مع توقيت الاهداف. فالموضوع فرط في كمان الهدف الثالث، ضربه الجزاء ده كابتن، ده من وجهه نظري ده يمكن هو بدايه الشوط الثاني. خلاص بدايه الشوط الثاني هي دي، انت لازم تجيب جون يدخل فيك، يدخل فيك الثالث. دي بتحصل، وانا بقول لك هي ورده وبتحصل كره القدم. نعم، كان ممكن عند 2 و3 كان ممكن تتعامل بشكل مختلف. لان انا شفت فترات كثيره، يمكن من المرات القليله اللي اشوف في نادي الاهلي انا حاسس ان هو رامي الفوطه في المباراه. ده صحيح. مفيش ضغط بشكل منظم. يعني انا حاسس في حاله من حالات الاجهاد. هو تحس يا كابتن ان الظروف كلها اتجمعت ضد النادي الاهلي، وده بتحصل بصراحه. انا بقول لحضرتك دي بتحصل في كره القدم ورده. يمكن مش عايز اقول لحضرتك استحاله التعويض، لان يمكن برشلونه، انا ليه مش عايز اقول، مش عايز اضرب مثل، او عايز اضرب مثل ببرشلونه ليه؟ لان الزمالك والاهلي فرق في افريقيا تقدر تقارنها ببرشلونه في اوروبا. يعني فرقه الزمالك والاهلي قدروا يعملوا الريمونتادا، قدروا يرجعوا مع قدام فريق تقيل وكل حاجه. لكن انا بقول الكلام ده ليه؟ لان حصلت قبل كده. يمكن باريس سان جيرمان لما اتغلب، لما كسب برشلونه، وبرشلونه ما كانش في اي حد يتخيل ان برشلونه يقدر يعوض، لكن الاهلي ممكن يعوض. بس هي عايزه عناصر كتير قوي عشان المباراه تشتغل، وعايزه سيناريو محدد عشان تقدر تشتغل في مباراه. عايز تجيب هدفين في اول ثلث ساعه زي ما هم عملوا فيك بالظبط، مظبوط. وعايز تحاول يبقى ليك عندك كثافه هجوميه كتير جدا، يمكن يحسب لك ضربه جزاء. فعايزه سيناريو مختلف جدا عشان تشتغل كوره. ايوه انا قلت لك ممكن ضروري، لا مؤكد، لا مؤكد، لا انا بيحضرني بعض هزام غير منطقيه يا استاذ ابراهيم، مالهاش دعوه بالمنطق. منطق الامور ما بيقولش كده. سان داونز جامدين جدا وانت رايح لهم وفي ملعبهم ورايح، المدرب اعتادي خدرك، يعني خدر الاهلي وخدر الزمالك قبل كده، انما يعني واضح احترامه ليك انه بيدرسك، وبقاله الناس بقالها اسبوع موجوده في مصر بتتفرج عليك بالظبط. ف
لا يعني خدوا بالاسباب وربنا وفقهم جزء من التوفيق التحكيم. يعني احنا بس مش قادرين ننطقها لان الهزيمه كبيره، لكن في جولين لا، في ضرب جزاء ما تلمسي هو نط واخد بالك، و كره بالجون الرابع او الخامس هاند بول فانما انما خلاص يعني عارف الدنيا بقى ايه اتجمعت عليك اليوم ده. زي ابو العلم كلكم عليا يعني فاهم ازاي، زي ابو العلم اليوم كل الظروف اجتمعت. طبعا في ده هقول لك حاجه، وانا كنت من الماتشين دول من يعني ما حدش يفهمني غلط، لكن من الماتشات اللي بره المنطق خالص. الزمالك كسبان الكرو يطلع 5-2 وكان لسه جايب لعيب جديد اسمه كولوبالي برضه باين ولا حاجه 4-2 5 الكروم او 4 هو 5-1 دي هزيمه الزمالك من حرس الحدود. حرس الحدود ما لسه هقول لك كان كل كره من نص 5-0 من نص الملعب يجيبوا جوان. ايوه يجروا ويجيبوا جوان مش منطقيه. يعني انت لما تحطها بكل عيد الماتشين دول 20 مره مش هيحصلوا كده، لان كان الفارق الفني وقتها كمان كبير قوي. ايوه لكن بتحصل، الدنيا ما تتوقفش عند هذه الهزائم. عارف بتتوقف امتى؟ ولسه قريب جورماي، انت كان حد يتخيل جورماي يجيب 4 اجوان في الزمالك وهو بادي مهزوم؟ ايوه وبعدين الزمالك بس كان فيه بقى الـ 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 الحسن الحظ ان دوري مجاميع انك تقدر تعوض. جالك مش مهم وكسبته 4-0. ايوه كسبته 4-0. وزمالك لما كسب الوداد 5 وراح خسر 5 5 زي ما خسرت انت 3 من بترو اتلتيكو هنا في 2001 بس كان في المجموعات. لا انت خدت البطوله. ده انت خسرت 4-2 وكسبته 3-1 في ملعبه. انت كسبته الاول، انت بدات كسبته الاول. لا بس هي كانت مجموعات. لا ده انت اقول لك بقى بما انك بتتكلم على النتائج. احنا كسبنا فريق انجولي مش اول اغسطس، اول اغسطس ده اخر مباراه لمانويل جوزيه. مانويل جوزيه وفلافيو ضيع ضربه الجزاء. سانتوس كسبانينو 3-0 هنا وان سايد جيم. ومش اخر مباراه لمانويل 2009 راح دربه غلبونا 3-0 وغلبونا بضربات الجزاء. ليه كابتن حلمي طولان ماسك المنتخب الاولمبي؟ كان معاه كابتن سيد عبد الحفيظ وطارق السعيد ومحمد فاروق، ده الجيل بتاعه. كسب اثيوبيا هنا 5-0، راح هناك حاطط الراجل رجل على رجل على انه خلاص كسبان في مصر. لو الشوط الاولاني خلص كام هناك؟ 0-0. يوم الشوط الثاني خسران 5-0. وعلى ذكر الخمسه، انا قلت لكم في البدايه ان دي الخماسيه الخمسه للانديه المصريه في تاريخ افريقيا. الخمسه الاخيره كانت من نصيب الاهلي في بريتوريا قدام سان داونز. طب الباقيين ايه؟ مين اللي حاسب عليهم؟ الخماسيه الاولى كانت في شباك الزمالك، وده كان في مباراه العوده لنصف النهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري سنه 87. في دور الثمانيه الزمالك خسر قدام اشانتي كوتوكو في كوماسي 5-1. الخماسيه الثانيه كانت للاسماعيلي بيلعب اسك الإيفواري في أبيجان، خسر الدراويش يوميها في 95 5-1. الهزيمة الخماسية الثالثة كانت من نصيب الزمالك، خسر من النجم الساحلي في 2015 في الكونفدرالية 5-1. الخماسية الرابعة برضو كانت من نصيب الزمالك في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، خسر 5-2 في مباراة العودة للسيمي فاينال في 2016. ما بقول لك الغرابه انه كان كسبان هنا 4-0. فانت الانديه المصريه الخماسيه 5 مرات، الزمالك نصيبه منها 3 والاسماعيلي 1 والاهلي 1. ده يخلينا نقول الهزائم الكبيره والنتائج الكبيره تحت غير الطبيعيه تحصل، بس غير مقبوله. بس الرك على ازاي تخرج منها وغير مقبوله. طبعا غير مقبوله باي شكل من الاشكال. ملهاش مبرر. احنا انديتنا ما تخسرش. ملهاش مبرر. يعني ملهاش مبرر ان انت تلعب بهذا المستوى ابدا. فما بالك بالاهلي يعني، اعمل اللي عليك. بس طبعا يزيد من وطئ الداء، اصل انت ممكن تلعب ماتش كوره حلو، مباراه كوره مفتوحه وتخسر. دي تختلف عن انت ما تلعبش خالص زي اللي حصل وتخسر، هنا تبقى المشكله اكتر.
في خطأ لازم تصلحه. ايه الخطأ؟ نشوف رأي الكابتن ياسر ريان جناح الأهلي الأيسر الطائر اللي كان له أيضا صولات وجولات في أفريقيا. ودي الكرة في ملعب اللعيبة نفسها، ولا في مع الإدارة ولا مع الجهاز الفني، ده بيبقى اسمه ماتش لعيبة. مرينا بظروف، أنا بجيب لك بس الأيام عشان تعرف برضو معدن لعبة النادي الأهلي. احنا كنا بنلعب الرجاء المغربي في الرجاء في كأس السوبر العربي في المغرب، والماتش ده لازم نكسب الرجاء في الرجاء، والحمد لله كسبنا. المدير الفني بيقول التكتيك بتاعه، الناس خلينا المترجم اعتقد كان مستر محسن طنطاوي، قلنا له قول له اللي احنا قد الموضوع والمسؤوليه وهنرجع بكاس البطوله العربيه ده مصر السوبر العربي. والحمد لله كان عندنا عزيمه. ليه بقى؟ انا لعبت في الماتش ده 45 دقيقه، خلاص عملت اللي عليا وخلاص. انا كنت امين مع نفسي ومع الجهاز، هي دي امانه، انا قادر ولا مش قادر. فلعبت النادي الاهلي الماتش اللي جاي لاحترام الاسماء اللي موجوده واحترام الموجودين كلهم، انت عاوز ايه المباراه؟ انت عملت حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، اللي احنا نخسر 5 في تاريخنا. انا على ايامنا ما وصلناش للرقم ده حتى واحنا في حالتنا، واحنا مش في اسوء حالتنا. لكن انت شايف ان الاهلي يوم السبت الجاي يقدر يجيب 5؟ اه طبعا، يوصل لضربات الجزاء او يجيب 6 ويكسب يا ماشي. استاذ عمرو، ان لعبت النادي الاهلي انا حسبتها كده ليه معدل، كل معدل 20 دقيقه لو انت جبت جون اعتقد الامور هتلاقيك جبت النتيجه اللي بقول لك عليها. كل 20 دقيقه جبت احرزت هدف. بس سان داونز ده برده مش فرقه يعني بسيطه يعني. انا الاحترام ليها، احنا برده انا قلت لك ده، انا متاكد ده مش يوم. انا شفت حاله اللعيبه، اولا مش حاله لعيبه نادي اهلي، في حاجات بتبقى في الملعب انا شايفها. الجون الرابع بالذات بتلعب في خط في ال 18 بطريقه مش طبيعيه. ما فيش دفاع. مش احنا اللي هم خدوا. بص هقول لحضرتك على حاجه، هم فرقه لعيبه الكوره كويسه قوي، ما عندهمش 6-4، بيخلوا الكوره اللي تتحرك. يعني لو حضرتك اتفرجت على ماتش كويس لا ما فيش جري. يعني كلها كلام في اتجاه ان هذا امور تحدث وهي غير مقبوله. مش معنى ان احنا عمالين بنقول كده، احنا بنقول كده عشان الناس تفهم ان كره القدم مليئه بالدراما. حظنا سيء ان شربناها اخيرا. باذن الله يبقى حظنا كويس ان احنا نخرج منها باحترام، باحترام بموقف البطل، يعني نعوضها بالكامل، يعني نخرج باحترام. لكن لازم يتقال هو ده الاهلي، الناس تشوف الاهلي. انا هستعير كلام مستر مانو جوسيه في كاس العالم في الانديه 2005 في المؤتمر الصحفي في المطار، بيقول لهم سنعود الموسم القادم لنري العالم الوجه الحقيقي الأهلي الذي لم يروه بعد، فنكسب في 2006 وناخد برونزية أندية العالم. هو ده اللي أنا أقصده بقى. فاكر لما جمع اللعيبة في المطار، ما أنا بقول لك، وقال للعيبة أنتوا لازم تبقوا عارفين أن أنتوا سبتوا هنا ذكرى وحشة قوي عن اسم النادي لازم الأهلي. ترجعوا السنة لازم جاي. ترجعوا تصلحوها. ده اللي حصل دلوقتي، أنتوا فعلاً اديتوا انطباع سلبي جدا عنكم قبل ما يكون عن الاهلي. عندكم الفرصه يوم السبت لتصلحها، بس مش يوم السبت، هيبدا يوم الاربعاء. الحلقه متصله، يوم السبت بدايته يوم الاربعاء بالظبط، لا ينفصل.